أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية وبالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة عن تلقي الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء دعما كريما من مجتل غصن البحرين لزراعة 186 شتلة من الأشجار والشجيرات والزهور، والتي سيتم غرسها في دار المنار لرعاية الوالدين بمدينة عيسى. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الحملة في زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة. هذا وقامت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بزيارة ميدانية إلى دار المنار لرعاية الوالدين، وشاركت في غرس شجرة اللوز بحديقة الدار كذكرى لهذه المساهمة الكريمة. حقيقة تشرفنا اليوم بزيارة الشيخة مرام، أعطتنا دفعة كبيرة جدا لمنتسبي الدار. طبعا الدار تتكلم عن رجال ونساء من كبار المواطنين الذين عملوا وأسهموا في تطوير البلد ولهم من الأسر والأحفاد، فهذا من واجبنا إكرام هذا المجتمع أو هاي الفئة من المجتمع. زيارة الشيخة مرام حقيقة أعطت دفعة لكل منتسب، كان كبير في السن أم كان منتسب لهذه الدار أو في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. طبعا اليوم يعني إحنا جدا فخورين، أو جمعية دار المنار فخورة جدا بالحدث اليوم اللي صار عندنا، وهو تدشين الحديقة الخارجية لجمعية دار المنار لرعاية الوالدين. تشرفنا بحضور وبرعاية الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، وكان حضورها يعني ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحة والعافية، جدا أسعدنا وأسعد جميع المنتسبين في الجمعية. الحقيقة زيارة سمو الشيخ مرام زيارة طيبة، زيارة يعني أخت إلى أخوانها في مجلس الإدارة، لله الحمد يعني هذه الزيارة إحنا نعتبرها وسام على قلوبنا، اطلعت على الأنشطة التي تقوم به جمعية دار المنار للأمهات. الحقيقة يعني هي سعدت بهذه الزيارة واطلعت على الكثير من الأنشطة اللي يقومون فيها أبهاتنا وأمهاتنا، وهذا الشيء يعني فرحنا اليوم إن إحنا نجتهد ونخدم في هذا البلد. وقرزت اليوم حضورها قرز اللي هو الشجرة أو التعديل في حديقة اللي هي تطل على دار المنار، هذا شيء يفرحنا، نحس أن قيادتنا دوم مادة يدها حق كبار السن، حق الدور، حق الجمعيات كلها. الحمد لله رب العالمين، اليوم قدرنا نزور دار رعاية المنار رعاية الوالدين وشاركنا في الحملة الوطنية لتشجير الشوارع، الحمد لله رب العالمين. وهي خطوة جيدة من المبادرة الوطنية، نشكرهم على سماحنا الاشتراك في هذه الخطوة. هذه طبعا المبادرة الوطنية ما قصرت، عطتنا الفرصة ان احنا نساهم في دار المنار لرعاية الوالدين. زرعنا حقهم اشجار فواكه، اشجار ورود موسمية، اشجار زينة، والحمد لله كل امورهم اوكي. عدلنا حقهم السيستم مع شبكة الري عشان الاستدامة في النباتات. في اطار التعاون